اقول ان انا مسحوره او معمول لي عمل، امتى اقدر ابقى عندي يقين من ده؟ لانه في ناس كتير بترمي يعني بتعلق شماعتها على ان انا اصلا معمول لي عمل، تمام، وهو هي مش معمول لها اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص. ولما اتاكد ان انا فعلا معمول لي كده، اروح لمين؟ استنجد بمين؟ او انا اعمل ايه؟ كويس، الاول كده 99 وانا انا 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 اتحمل مسؤوليه كلامي، 99.5% من الحالات دي مريضه نفسيا. شكرا. مش مريضه بالسحر ولا ده اللي احنا عايزين نوضحه، بس مريضه نفسيا. مزبوط. عندها مرض نفسي، والامراض النفسيه كثيره جدا، ومش معنى ان حد يكون مريض نفسيا ان هو مجنون. لا، كل الناس خالص عندها مرض نفسي. لا 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 خالص، يسلك الطرق المشروعه في علاج المرض ده، لكن الطريق اللي انا هسلكه ان انا معمول لي عمل، او ان انا علق الشماعه بتاعتي، او كل ما اروح شغلانه ما افشل فيها وما انجحش فيها يبقى انا معمول لي بوقف الحال، لا، يبقى ده الخلل وده الخطل اللي احنا بنقول لازم نغسل عقول الناس منه ونظبط الحاجات دي. طب امتى اقول ان انا مسحور فعلا؟ لما يكون عندي علامات بتقول ان انا مسحور. يعني المسحور، المسحور ده من علاماته انقلاب الحال فجاه، كان حاله مستقر جدا انقلب حاله الى الضد مره واحده فجاه، خسر كل حاجه، خسر كل حاجه وتغير كل حاجه، ما في بيته وخسر كل وزوجته واولاده وكل حاجه وتغير حاله. أيوة. وبعدين في علامات في جسمه، زي في اسمرار تحت العين بيبقى باين تحت عينه، لو هو عامل له معمول له سحر ماكول او مشروب بتكون في رائحه سيئه جدا بتطلع من معدته. هو صحيا سليم، ما عندهوش مشكله صحيه، خلينا نركز على الامر ده، ما عندوش مشكله طبيه في معدته، لكن لو عنده مشكله طبيه في معدته يروح يعالجها عند الدكتور مش عند شيخ. ممكن يطلع منه ريحه مش طيبه، تساقط الشعر، ان انا يجيني بقع زرقاء، تساقط الشعر، تساقط الشعر بغزاره من الرجال او من النساء. أيوه. ان انا يجيني بقع زرقاء في جسمي في اماكن مستحيل الخبط فيها، ما تخبطش فيها ابدا، يعني مكان مستحيل اتخبط فيه، لكن اصحى كده او فجاه الاقي فيه بقع زرقاء. عشان في بنات بتلاقي بقع زرقاء في رجليها، ممكن تكوني اتخبطتي وانت ماشيه من غير ما تاخدي بالك، وده بيحصل كتير في مكان صعب الخبط، صعب فيه، الخبط فيه. ضيق تنفس، زهق باستمرار، ابقى كويسه جدا او كويس جدا وفجاه الاقي حالي اتقلب، فابدا اعمل الطرق المشروعه. ايه الطرق المشروعه؟ لو الولاد والشباب والرجال والنساء يكتبوا دلوقتي ورانا، يقرا سوره الفاتحه. سورة الفاتحة. أول 5 آيات من سورة البقرة. أيوة. آية الكرسي. آخر آيتين من سورة البقرة. طب يا جماعة اكتبوا الكلام ده، ده يعملوه كل يوم؟ ده حسب نوع التعب بتاعي، لأنه ممكن تكون هي، على فكرة في ناس كثيرة جدا بتبقى كان معمول لها مشاكل ومن خلال اتصالها بربنا واستعانتها بالله بتزيل الحالة المشكلة اللي عندها. مزبوط. والله من غير ما تروح لحد. مزبوط. كتير من الناس من إيمانها بالله وتقواها بالله ربنا بيصرف عنها بالتضرع والابتلاء. هقولها تاني وتاني. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، أول 5 آيات من سورة البقرة، من 1 لـ5. أيوة. آية الكرسي. آخر آيتين من سورة البقرة. أيوة. سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. كل واحدة نقراها يا مرة يا 3 مرات يا 5 مرات يا 7 مرات يا 9 مرات يا 11 مرة. مش أقل من مرة ومش أكتر من 11 مرة. لو أنا لاحظت، ممكن الرقية دي رقية المحسود. لأنه ممكن كتير جدا ممكن تطلعي تعملي حلقة فتتخبط عين فتزهقي. تتعبي تتضايقي. يبقى عندك مشاكل. طب اخلص نفسي من الامر ده ازاي؟ شوفي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لي والنبي لحسن احنا محتاجين قوي نعرف ازاي. اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. لا باس بها ما لم تكن شركا. سوره الفاتحه، اول 5 آيات من سوره البقره، ايه الكرسي، اخر ايتين من سوره البقره، سوره الاخلاص، سوره الفلق، سوره الناس. كل واحده تقري مره او 3 او 5 او 7 او 9 او 12 فردية. اعداد فرديه. واحط ايدي اليمين على دماغي واقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. مش اي حد بيسمعنا زهقان شويه يروح يتصل على الدجالين والسحره.